إذا انتبه من الليل. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم دعا: رب اغفر لي، غفر له. قال الوليد أو قال: دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب ما يقوله إذا انتبه من النوم. إذا انتبه إذا باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل. باب ما يقول به ما يقوله إذا انتبه من الليل، يعني أن الإنسان عندما يستيقظ من نومه فإنه يشرع له أن يدعو بأدعية، وقد ذكر جملة منها ابن ماجه رحمه الله، أولها ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال إذا استيقظ. من تعار يعني من استيقظ في من نومه يعني في الليل، فسواء كان ذلك الاستيقاظ من أول يعني في أثناء النوم أو في آخره عند انتهاء النوم، كل ذلك يقال له انتباه من النوم والاستيقاظ، فيذكر الله عز وجل بهذا الذكر. ذكر هذا الحديث عن عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم دعا رب اغفر لي. ثم دعا يعني أتى بهذا الذكر الذي هو ذكر الله عز وجل واعتراف بألوهيته ووحدانيته وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، ثم ذلك يدعو ويطلب المغفرة من الله عز وجل، فالله تعالى يغفر له. يعني أنه قدم بين يدي هذا الدعاء الذي هو طلب المغفرة هذه الثناء على الله عز وجل بألوهيته وبتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، فإن طلب ودعا سأل المغفرة غفر له، وإن دعا استجيب له، وإن قام وتوضأ وصلى قبل صلاته. كل هذه فضائل تحصل لمن أتى بهذه الأذكار عند قيامه من النوم، سواء كان في أثناء نومه من الليل أو في أثناء أو في آخر أو في آخر نومه. قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذا توحيد الله عز وجل والاعتراف بألوهيته وأنه الإله الحق الذي لا تكون عبادة إلا له. ثم ذكر الكلمات الأربع التي هي خير الكلام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم أيضا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، التي هي كنز من كنوز الجنة كما سبق أن مر في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا استغفر وطلب المغفرة بعد هذا الذكر والثناء على الله فالله تعالى يغفر له، وإن دعا بدعوة استجيب له، وإن قام وتوضأ وصلى قبل صلاته. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو ملقب دحيم، ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد بن مسلم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمير بن هانئ
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جنادة بن أبي أمية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.